كما كنقولوا ديما لي رو سي ان انسومبل دو دو شوز. لا رو هي لا جون بلس لو بنو، هذا هو هي لا رو. اوكي، علاش خصنا نتبعوا المصطلحات سواء في هذا الشيء ديال ليزون او سول او لا في دوطخ شوز؟ ضروري جدا، لانه في لي غوفي تكنيك كيضبطوا معنا هذا الشيء. هذا هو اللي كاين في لي غوفي تكنيك، كيضبطوا معنا هاد المسائل هادو، لذلك خاصنا نضبطوهم حتى حنا. الوغ عندنا دي شوز اللي خاص تكون عندنا في ليغو. شنو هما ليغو؟ خاص يكونوا دو فيبل ماس، يعني الوزن ديالهم خاص يكون اقل ما يمكن. خاصنا ان غون ديامتر بور لوجي دو غون ديسك دو فران، ما كرهناش يكون عندنا واحد لو ديامتر كبير ياك، باش نقدروا نديرو في جانطه من الداخل البلاصه ديال ديسك دو فران كبار. كل ما كان ديسك كبير اوكي، كل ما غيكون عندي ان بون فريناج، باش يكون عندي اون بون ديسيباسيون دو شالور. ريزيستانس الفي على ديفورماسيون اي اكسيلونت الاستيسيتي. الوغ هنا كاينين دو شوز، كاينه لا ديفورماسيون اوكي، راه كاين واحد الفيديو سابقا كان محسوب على لا ديريكسيون، غادي نبارطاجيه معكم على دوك لي ديفور لي ديفورماسيون سويفون لي بريسيون لي فورس لي كيتعرضوا ليها لي بنو. لانه فاش كتكون الطوموبيله غاديه اون ليني دروات، غاديه يعني في اتجاه هكذا مقاد نيشان قدر له هكذا ولا هكذا، في اتجاه مستقيمي، لو بنو كيتعرض لدو شوز، كيتعرض للوزن ديال السياره من جهه ياك، كيتعرض لا فورس ديال الدفع ديال الارض اللي جاتو من تحت للفوق اوكي، وكيتعرض لواحد لا ديفورماسيون كتبان لينا في لاريير ديال لو بنو. فاش كيوضعك على الارض كيولي مجموع ليا في اللور. هذا غير الطوموبيل غاليه اون لين دروات، يعني في اتجاه مستقيم، و اون فيراج ولا اون براكاج اوكي، ديك الساعه اولا في براكاج اون جينيرال ولا هذا، عاوتاني لو بنو كيتعرض للديبرسيون اي دي فورس اللي هما لاتيرو، دي فورس اللي هما لاترال كي وركوا عليه من هذه الجهه ومن هذه الجهه، هذا هما هو اوكي عواج، هذوك لي ويجاجات هما لي ديفورماسيون. شنو الشرط اللي خاص يكون؟ خاص يكون عندنا لي رو، يعني كندوي على الجانطه و لو بنو، لانه فاش كيتعرض لو بنو البريسيون راه لا بريسيون كدوز ليا للجانطه لا جونط، خاص يكون عندي يكون واحد المقاومه عاليه لهذوك لي ديفورماسيون من جهه ياك. La deuxième information est l'élasticité. L'élasticité, c'est une propriété physique, mais chimique. C'est une propriété physique que l'on observe les matériaux. Il y a des capacités à ce que la matière se déforme ou trouve la forme de l'asile. كديفورما وترجع لا فورم ديالها الاصليه، بحال دابا كيف ما نتوما عارفين كلكم لاستيك اوكي، فاش كنجبدوه كنطلقوه كيعاود يرجع كيف ما كان، فهمتي؟ يعني عنده يعني فيه ديك الخاصيه ديال ليلاستيسيتي، اصلا داكشي علاش حنا سميناه لاستيك. قلنا هنايا اون بون ديسيباسيون دو لا شالور دي فران، يعني شنو اللي كاين دابا عندي هنايا لي رو، باش كنديرو ان فريناج كتكون عندي لا شالور
جوج البلايص، لا شالور بين لي بلاكيت و ديسك دو فران، ولا شالور بين لو بنو والارض. ولو بنو ما خاصوش يبقى شاد ليا ديك الحراره، لانه لو فريناج هو احتكاك، الاحتكاك ديال لو بنو مع الارض. ياك خاصو بزربه بزربه يديسيبي، يعني يطلق في الهواء هذيك لا شالور اللي شاده وفي اسرع مده. علاش؟ باش يكون مستعد لي فريناج اللي جايين ابري. من بعد interchangeabilité simple en cas de changement de pneu ou d'intervention sur les roues. خاص تكون عندنا ديك القابليه ديال انه نبدلوا لي بنو بيناتهم، ولا هذا تكون عندنا سهله، يعني تكون عندي هاد القابليه. سي بون، قلنا لا رو كتكون ليا من لي بنو ومن لا جونت. اوكي، هذا هو لو ديسان اللي قدامنا الان. بلاص هذه سيتون رو بطبيعه الحال موتريس، سيتون رو موتريس. كنقولوا لي رو موتريس هما لي رو اللي كيدورهم ليا الموتور، هما لي رو اللي كيدورهم ليا الموتور، لي رو موتريس نسبه الى لو مو موتور. و لي رو ديريكتريس ce sont toujours les roues avant. Les roues directrices jettent la direction. Les roues qui sont déroulées, le braquage ou même qui sont les roues avant. Pour les roues motrices, ils peuvent être avant, 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 transmission arrière. Les roues motrices qui sont l'arrière. C'est bon. Maintenant, دي لارفر ديال لو موتور لو سوفلي ديالها خلاص. اوكي، هنا لانفيريور او لا باز ديال لامورتيسور. سي بون، هادي هي لا فيزي دايره كاع بهذا الشيء كامل، هي اللي شاده لي هنايا ودايره. هذا بحال كنقولوا مقطع عرضي، سي اون سيكسيون ياك، باروت شي الخلاص راه باينه. هنا عندي لو مويو، لو مويو راه داير بطبيعه الحال. هذه هي اللورما، لورما دي اكستيريور، لورما انتيريور غولمون. سي بون، هادو لي فيس دو فيكساسيون ديال لا رو. اوكي، هذا الشابو ولا لونج اوليفر. سي بون، هذا الديسك ديال لو فران باش كيشدو لي لي بلاكيت. عندهم راه لو ديسان راه باين ما مقلقش. بالنسبة لاجونت حتى هي عندها واحد لا ديسكريبسيون. لي جونت كيكونو عندي دي جونت لي هما بيسا وحدة ياك، وبعض المرات كيكونوا عندي جونت اللي هما اون دو بيس. لو فوال كيكون بوحدو ياك، وبقية ديال لا جونت بوحدها. لو فوال ديال لا جونت حنا غادي نشوفوه في سميتو ايليستراسيون. هادي سي اون جونت اللي هي اون سول بيس. اوكي، يعني هي و لو فوال ديالها مسودين بيسا وحدا. هنا كاينين عندي دي مو تكنيك، دي مو تكنيك بحال هاد هام. اوكي، المقصود به هو هاد البلاصة هادي، ولا عندي هاد الشكل هكا، كاين يعني في واحد اون بارتي اللي هي بلان ماشي كونفكس بحال هادي، بلان كنسموه فلات هام على حسب. سو سون غير دي مو تكنيك.
كيف ما كيكون مكتوب عندي في البنو كيكون مكتوب عندي حتى في الجنطة لي ديمونسيون ديالها حتى هي، بحال مثلا جانطا مكتوب فيها هاد لي كود هنايا، هاد 6.5 هي لا لارجور دو لا جونت اون بوس، هنايا هاد جي كتعني لا ديمونسيون ديال لو روبور ديالها، الجناب ديالها اكس هي واش الجانطا كتعني انها بياسه وحده او لا ديمونطابل كديمونطا، الكنز خلاص لو ديامتر اون بوس، قلنا لو بوس كيساوي تقريبا 2.75 سنتيمتر، اش هام بور لي بولمون اكستيريور، او تي كذا هذا هو الديبور ديال لاجونت اللي هو 35 مليمتر، وكاين عندي اوتر انديكاسيون كل وحده وشنو اللي فيها. بشكل عام هاد لي كود هادو ممكن الواحد يحفظهم مع الوقت مع ليوتيليزاسيون ديالهم، اللي باش الواحد يثبت المسائل ديالو بغيتي تاخد اون جونط ياك دائما كتاخد جونطا اللي عندها العلاقة أو لا، كاينين سميتو ديالها في لا روفي تكنيك، أو لا كتشوف الجانطة اللي ديجا كاينة وتقرا هذاك لو كوداج ديالها اللي كاين دابا عندي لا ديسكريبسيون ديالها. سي بون، هنايا غنبغيو نشوفو بالنسبة لو ديبور أو جونط مقصود به هو هاد المسافة هادي، المسافة اللي كاينة بين الوسط ديال الجنطة لو ميليو ديالها و لو سونتر بين لو سونتر ديالها هي ياك، و لا بارتي انفيريور اللي كاينة عندي هنا لا بارتي او لا الفاس دابوي انفيريور اللي كاين عندي هنايا اللي كيجيو فيها دوك لي بولون دو فيكساسيون او لي فيس دو فيكساسيون، عفوا لانه كلمه بولون كتعني فيس بلس ايكرو، كندوي على لي فيس او لي غوجون بحسب الطول ديالهم بطبيعه الحال. نمشيو لي بنو دابا، يعني لا بارتي ديال الكاوات شو بطبيعة الحال هي لو بنو، حتى هو عنده دي شوز خاصو يتحملهم، راه هو والجنطة نقدر نقولو كيتعرضو لنفس هذا، حتى هو خاصو يصبر الوزن ديال السيارة، خاص لي بنو يمتصو لي شوك الصدمات و التذبذبات ديال لاغوت هنايا للتذكير، الى باش ما تنساوش ليكم لي بنو ضروري فاش تبغيو تقولوا لي زيليمون دو سوسبونسيون سبقوا لي بنو هما الاولين، علاش؟ لانهم حتى هما عندهم واحد الجزء من هذوك التذبذبات ولي فيبراسيون كيمتصوا. سي بون، تقريبا الشروط الثانية اللي خاص تكون في البنو راه تقريبا هي نيت، خاص يكون كيصبر لا روطاسيون، يصبر الفريناج، ديسيباسيون دو شالور، تقريبا راه نفس هذا لي فيبراسيون، داكشي تقريبا راه نفسها. بوغ لا ستركتور يعني التكوين كيفاش مكون عندي لو بنو، اوكي نحاولوا نشوفوا هاد لي مو اللي عندي هنايا اون ايماج باش نفهموهم مزيان. خلاص الفالف راكم عارفينه انه كاين في الشنطه،
كتركب لي الجنطة، كتركب لي البنو بهذا الشكل. هنا عندي لو طالون هو هاد لا بارتي اللي كاين عندي لداخل، فلون هو هذا اللي كاين الفوق، لا ناب دو بروتيكسيون هذه راه كاينه لداخل اوكي، وهذه اللي هي على برا كامله اللي هي فيها هاد النقشه هذه اللي هي دايره في لو بنو كامل اللي كتجي بالدوره كنسميها لا بون دو رولمون، هي اللي باديه من الطرف حتى للطرف. هذا هو لو فلون، هذا هو لو روبور ديال لا جونب بطبيعه الحال اوكي، لي بولمون ديال لا جونب، ولو بنو كنشوفو فيه مقطع يعني من الوسط عرض اوكي. وهاد البلاصه اللي كي فيها دوك لي سكولبتور دوك النقشات كيف ما كيقولوا الناس ودايره بلو بنو كامل كنسميوها لا بون دو رولمون، هي اللي كيتمشى عليها لو بنو، وهي لا بارتي اللي كاينه في لو بنو اللي كتقيس ليا الارض سي بون. وعندي لا سينتور، لا سينتور هما هادوك الاسلاك او هادوك الطبقات الاسلاك اللي كيكونوا عندي لداخل فاش لو بنو كيتكاي ولا هذا كيبان لكم واحد طبقه معينه سي بون، كنسموها لا سينتور، هي الفوقانيه. تحت منها كاينه لا كاركاس، تحت من هذيك لا سينتور كاينه لا كاركاس. لا كاركاس هي هذيك الطبقه ديال الاسلاك اللي شاده ليا في لو بنو كامل كله كومبلي من الطرف حتى للطرف من التحت، نسموها لا كاركاس سي بون. هذا هو عقلوا معايا مزيان على القضيه ديال لا كاركاس كتهمنا، غادي نهندو عليها من بعد ياك، لان هما هذوك الاسلاك اللي كيكونوا في البنو من تحت وشادين فيه من طرف للطرف، وهما اللي عليهم هذيك لا كاركاس هي اللي عليها هي لا باز علاش تحط داك الشيء لاخر، هي لا باز علاش تحطت لا سينتور اوكي، حتى هي مجموعه من الاسلاك، هي لا باز علاش تحط لو فلون ولا ناب ولا بون دو رولمون. هما راه طبقات لو بنو فيه طبقات، هما طبقات كثيره، الطبقات اللي كاين لداخل كاع هي واحد لاكوش ديال الكاوتشو فوقها لاكاركاس، فوق الكاركاس كاين عندي لو فلون غادي، هنايا كاينه لا سينتور، فوق لا سينتور لا ناب، وفوق لا ناب كاين لا بون دو رولمون. اللي كيبان لينا على برا كاع اللي كيبان لينا على برا كيبان لينا لا بون دو رولمون البلاصه اللي فيها دوك النقشات في البنو ودايره، وجناب لو فلون الا شفنا البنو من الداخل اشنو كيبان لينا، كتبان غير هاد لاكوش ديال الكاوتشو ديك لاكوش ديال الداخل، ولكن بين لا بوند وبين لاكوش كيف ما قلت كاين هاد لي شوز الاخرين اللي ذكرتهم لكم دابا. عقلوا لي على لا كاركاس ولا لا بوند دو رولمون، غادي نحتاجوهم من بعد. هنا نمشيو لا ستركتور ديال لو بنو فوالا بواحد الشكل اخر، انا كنظن غادي يبان لكم مزيان. كيف ما قلنا هذه هنا هي الفوقانيه ياك، هذه هي لا بون دو رولمون شاده ليا من هنا حتى لهنا، سميتها لا بون دو رولمون ياك، من هنا حتى لهنا لا بون دو رولمون، هي اللي لا بارتي اللي كاينه في لو بلو اللي كتقيس الارض. تحت منها كاينه لا ناب ياك، تحت من لا ناب كاينه لا سينتور، ها هي لا سينتور دايرين بالنسبه لهاد لو بنو كمثال فيه دو كوش. عاد من لا سينتور كاينه لا كاركاس، الا رديتي البال انه لا كاركاس شاده ليا من طرف حتى للطرف دايره شتيها هي شاده من طرف حتى للطرف. لا سينتور لا سينتور كاينه غير هنايا غير تحت لا بون دو رولمون احد هنا سي بون. لا كاركاس هي هادشي كامل هنايا، هو راه الاسلاك اللي شادو لي من طرف حتى للطرف، والباقي راه الكاوتشو. هنايا راه لو طالون هاد الطرف ديال لو بنو، النيف ديال لو بنو اللي كيشد ليا في الجنطه كنسميه لو طالون بالدارجه ديالنا طالون. نشوفوا ان شاء الله هاد لي ديمونسيون هنايا ردوا البال.
بور لي ديمونسيون كاين عندي شي حاجه سميتها لا لارجور ديال لو بنو، يعني المسافه اللي كاينه من هنايا حتى لهنايا هي بالنسبه اللي قدامنا هنايا هي بي لا لارجور ديال لو بنو، وكاين لو ديامتر ديال الجانطار من هنايا حتى لهنايا هو دي، وكاين اش هو الارتفاع ديال لو بنو، يعني الارتفاع من هنايا لهنايا هو مرسوم قدامكم هنا. لحقاش هاد لي تخوا شوز ياك لي تخوا شوز عندي في لي ديمونسيون او لا في لي كاركتيريستيك ديال لو بنو، غادي نشوفوهم في لي كاركتيريستيك ديال لو بنو. هنايا لو بنو كيكونوا فيه دي كود، واحد الكوداج معين، مثلا بوغ لا فيتيس لو بنو الا كان كيتحمل ماكسيموم حتى ل 160 كيلومتر باغ اور، 160 كيلومتر في الساعه يعني كوم فيتيس ماكسيمال، يا كيكون كان بلاص من كتبو 160 كيلومتر في الساعه كنرمزو ليها بكولون سي بون كولون هي وغاديه، كل فيتيس عندها واحد لو كود ياك، واحد لو كود واحد لو سامبول ديالها، سي اون ليتر كتعبر عليها، وهذه خاص بنادم يرد ليها البال بعض المرات. فاش كيكون عندك مثلا لو بنو حدو 160، الا فتي 160 راه وليتي في الخطر، كتلعب بالخطر ديك الساعه سي بون، الواحد يرد البال بحال هاد المسائل هادو. وبالنسبه للوزن ديال لو بنو حتى هما، بالنسبه للوزن ديال لو بنو مثلا حتى هو كنديروا ليه واحد لو كود، حتى هو كنديروا ليه واحد لو كود معين. هنايا نحاولوا نشوفوا واحد اكزومبل بنو مكتوب عليه هادشي 195 60 R 15 88 H. هاد 195 اش كتعني؟ هذه هي لا لارجور ديال لو بنو اون ميليمتر، لا لارجور هي العرض ديال لو بنو اللي وريتكم ديك الساعه، هي هاد هو هذا بي، يعني 195 ميليمتر فيه من هنايا حتى لهنايا ياك. اشنو عندنا هنا؟ 60 60 سي تان رابور، وهي واحد النسبه، هو 60 هي لو رابور ديال لا هوتور سور لا لارجور، كنشدو لا هوتور مقسومه على لا لارجور فوا 100، لا هوتور مقسومه على لا لارجور كتعطينا 0.6 ياك، كنضربوها في 100 باش كتعطينا 60، يعني الا بغينا نلقاو لا هوتور شحال خاصنا هادي نضربوها في هادي ونقسمو على 100 ياك، وباش كندير استنتاج ديال لا هوتور شحال. اغ هو سي لو تيب ديال لا كاركاس، اغ هو لو تيب ديال لا كاركاس اللي عندي، اش من تيب دو كاركاس للتذكير، كنا قلنا لا كاركاس هي هادو الاسلاك اللي هادو اللي هنايا اون بلو اي اون روج، شادي لي من طرف للطرف لو تيب دو كاركاس، هاد لو تيب دو كاركاس اللي قدامكم دابا نيت في هاد المثال هو اغ راديال، ولا كانوا هادو ميلين يعني قط طريين كنسموهم دياغونال، دياغونال يعني غادي يكون عند الحرف دي، ولا كانت واحد الطبقه فيها الاسلاك غاديين هكذا عرضيا، والطبقه الثانيه قطريا يعني راديال اي دياغونال، هذيك كنقولها ميكس، غادي نديرو لا ليتر ان سي بون، كندوي على هاد البلاصه هادي. يعني الكاركاس راديال ياك، دي دياغونال، ام ميكس مخلطه،
وممكن يكون حتى دوطخ تيب دو كاركاس. المهم هذا الحرف اللي كيكون عندي هنا الحرف الثالث. من بعده كيكون عندي واحد الرقم اوكي كان 16 17 19. هذا هو لو ديامتر ديال الجانطة، هو المسافة اللي كاين عندي هنايا من هنايا حتى لهنايا، من هنايا حتى لهنايا، هي هاد دي هادي لو ديامتر ديال لا جونط. وهذا بطبيعة الحال بحال في لو بنو بحال في الجانطة، لو ديامتر ديال لا جونط. اش بقى لينا دابا؟ بقى لينا هاد لو كود والكود الاخر. هاد لو كود كيعني الوزن اللي كتحملو اللي كيتحملو هذاك لو بنو ماكسيمال، الوزن الماكسيمال اللي كيتحملو لو بنو. هذا سي تان كود ماشي رقم، ماشي نومبر، عفوا ماشي عدد. كود هاد 88 كتعني انه هذاك لو بنو كيتحمل حتى 560 كيلوغرام. وهاد اش ديال لا فيتيس اللي كنا شفناها في الطابلو عندنا هنايا، هي اللي شفناها في الطابلو عندنا هنايا، كنا قلنا اش اوكي هي 210 كيلومتر باغ هي وغاليه. وكاين طابلو حتى ديال هادشي ديال الوزن، فيه لي كود ديال الوزن. يعني هذا لو بنو باش نعاودوا الخلاصه، بنو العرض ديالو 195 مليمتر، الارتفاع مقسوم على لا لارجور فواس 100 كيعطيني 60، الكاركاس ديالو راديال، القطر ديالو 15 بوس، قلنا 1 بوس هو 2.75 سنتيمتر، 2.75 سنتيمتر تقريبا بوس. 88 كتعني انه كيتحمل حتى 560 كيلوغرام في الوزن ياك، واش كتعني انه كيتحمل حتى السرعه ديال 210 كيلومتر باغ اور ماكسيموم. هذا هو اللي كاين في المساله ديال لي بنو. هنايا عندي واحد المعلومه زوينه، انه من 240 كيلومتر في الساعه للفوق لا كاباسيتي دو شارجمون دي بنو ديمينو دو 5% تولي 10 كيلو متر باغ اور. يعني مثلا 250 وصلنا ل 250 كيلومتر باغ اور، هذاك لو بنو راه الوزن اللي كيتحمل هو قل من هذاك اللي كان كيتحملو في 240 كيلومتر ب 5%. هذا هو اللي كي مثلا في 240 كان كيتحمل مثلا 100 كيلو غرام، في 250 غيتحمل غير 95 كيلو غرام، 260 90 كيلو غرام. يعني كل ما كنبغي نزيدو في السرعه لو بنو ما كيصبرش الثقل، وهذا راه منطقيا سي بون. انا عندي واحد المثال اخر، ها هي لو بنو منقوش فيه لا لارجور او مليمتر، هذا رابور ديال لا هوتو على لا لارجور. يعني هذا منين جبناه هي لا هوتو مقسومه على هاد لا لارجور مضروبه في 100 ياك. بغينا نلقاو لا لارجور غادي هادي نضربوها في هادي ونقصو على 100 باش نلقاو لا هوتو شحال. يعني من هنايا لا بون دو غولمون ار، يعني التيب دو كاركاس راديال، هذا لو ديامتر القطر، هذا لانديس ديال الشارج يعني 615 كيلو غرام اللي كيعني هذا، وهذا لانديس او لو كوب لانديس دو بريفيرونس يو اش يلاه شفناها. يعني لا فيتيس ماكسيمال اللي يقدر يتحملها لو بنو هي 210 كيلومتر في الساعه. اش غيوقع الا فتنا هاد الثقل هذا؟ غادي يتفرقع لو بنو، غيتقطع لو بنو، و الى فتنا هاد السرعه هادي لو بنو غادي يتقطع او ميم طون، ما غاديش يصبر هذيك السرعه. هذا هو اللي كاين عندنا. انايا عندي لي تيب دي بنو، وكنظن راه كاين عندنا بلوزيوغ كيف ما قلنا بلوزيوغ نوفوتي هادشي ديال لي بنو. دابا راه ولاو دي بنو لي ما عندهمش اون بريسيون، ما كيدقوفلاوش كاع اصلا.
سي بون، راه كنا درنا واحد الحصة عليهم شحال هادي، راه كاين عندكم في لاشين، غادي تلقى واحد لا فيديو كندوي فيه على لي بنو. كاين دابا دي بنو لي هادشي ديال البريسيون هذا ما بقيناش كاع كندويو عليه، خلاص هنا غير بور لي سيري لا لارجور ولا هذا هذا. هادشي دابا سويفون لي فيتاس وسويفون لا ستابيليتي في لا روت، كلما لعبنا على لا لارجور ديال لو بنو على لو رابور هوتور لارجور ياك، كي لو بنو يعني طريقه التصرف ديالو في لا روت كتكون ديفيرونت، ماشي بحال هذا ماشي بحال هذا ماشي بحال هذا، لي شتو لا هوتور راها مختلفه ولا لارجور كذلك. وحتى الحديد الجديد الى رديتو البال كتلقى انه ديك لا لا هوتور يعني لو ديال لو بنو كلي صغير بزاف، يعني المسافه كاينه بين لا بون دو رولمون ديال البنو وبين الجانطه واحد المسافه اللي هي صغيره بزاف، ولكن كتلقاه فيه العرض عريض بزاف. كلما عرضنا لو بنو كلما كتكون عندي واحد لاديرونس او الصول، يعني درجه الالتصاق ديال العجلات بالارض كتكون احسن. وبطبيعة الحال يعني اي حاجه عندها لي زافونتاج عندها لي زانكونفينيو حسب اللي كيكون دابا عندكم هنايا. هذا البنو اللي داير بحال ما هكذا، هذا في الفيراج مزيان حقاش كيميل معاك في الفيراج وداك الشيء، هذا لا، هذا الفيراج ماشي بحال هذا، هذا شويه فهمتي كيتكل لك من واحد الجنب ما كيقدرش ايميل، هذا عنده واحد لا هوتور عاليه بزاف كيعواج وكيميل مع الفيراج وهذا، ولكن درجه الالتصاق ديالو بالارض ماشي بحال هذا، هذا احسن منه. هذا في الفيراج مزيان، هذا في الفيراج ناقص، هذا السرعات العاليه وفي الفريناج والاكسيليراسيون احسن من هذا. هي أيوه وهذا